السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع خالد بدي. الان كنتواجدوا في كلوب كان دو فاندرايم، هنا فين كندير لي زونترينمون ديالي وكاع التدريب ديالي في التيران فين كنديرو. دونك يلاه فرينا لونترينمون مع لي دو شيا، مع علم ديالي كاينه ميتزو، سي اون فيميل بيرجي بيار، وعلى الليتر ديالي كاين اسلان، سي ان بيرجي بيج مارينوا. دونك اليوم جيتكم باش نطرقوا لبعض الموضوع اللي هو مهم بزاف، والموضوع ديالنا هو كيفاش نطلع لو شيا وكيفاش نمونتي ان شيان بواحد لاكاليتي، بواحد ديال لو موردون، بواحد يعني يكون لو شيان كيعض بواحد لاكاليتي زوينه، وما يكونش عنده مشكل ديال الماشورمون، وما يكونش عنده مشكل ديال لا نيرفوزيتي. دونك كاينين بزاف ديال لي زيتاب اللي يمكن لينا نتبعهم باش لو شيان يطلع بواحد القيمه عاليه في الموردون في العضان، وتكون عنده جوده عاليه في العضان. دونك كاينين بزاف ديال الناس اللي كيتغاضوا على هاد المسائل اللي هي مهمه بزاف، وكنلاحظ في الفيديو اللي كيتلاحوا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك انه بزاف ديال الناس اللي كيحرقوا لي زيتاب، يعني كينقزوا لي زيتاب. لي زيتاب اللي خصنا نتبعوهم هما اللي غنطرق لهم في هاد لا فيديو هادي، تبعونا وما تزابيوش. اللي خصنا نعرفوا دابور هو انه لو شيان لا ماشوار ديالو مناش كيتكون. لا ماشوار ديال لو شيان كيتكون من العظام، وكيتكون من العضلات، وكيتكون من الاعصاب. دونك ملي كنتكلم على العضلات، هما العضلات اللي كاينين هنا هما اللي كيعطيونا ديك القوه ديال لا بريسيون، وهي القوه ديال العضه. ولا ما كانوش هاد العضلات قويين او لو شيان ما غيكونش عنده واحد القوه في العضه ديالو، وهذيك العضلات خصنا نخدموهم، الفو لي ترافاي. وباش غنخدموهم كاينين بزاف ديال المراحل، حيت كاينين الدراري اللي كنشوفهم كيخدموا توت سويت مع ان شيو اللي صغير عنده 3 موا ولا 4 موا، كيمشيو ديريكت كيبان ليا خدامين بهادي، وهذا خطا كبير. هذا خطا اللي انسان خصو يتفادى باش يكون عنده واحد لاكاليتي في العضه مزيانه وممتازه. الوغ نبداو ديجا في لي زيتاب. لي زيتاب هما كالتالي، لي زيتاب هادو هما اللي خصنا نتبعوهم باش يكون عندنا واحد لاكاليتي ديال الموردون تكون عندنا مزيانه. الوغ في البدايه كيف ما قلت لكم انه لو شيان خصو يبدا العضان، او نبداو معاه العضان ونعلمو العضان في شهر ديال في العمر ديال شهرين، ملي يكون عنده 2 موا تما فين خصنا نبداو العضان مع لو شيان، ولكن بطريقه سليمه بشويه 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 تو دوسمون، باش لو شيان يدوز من هاد المراحل كاملين اللي حطيت لكم هنا باش يوصل على فان لهادي. هادي هي لا ديرنيير، ماشي هي الاولى. الوغ اول حاجه الشيفون، الشيفونه هادي اهم حاجه، انه الا بغيت نعرف لو شيان واش عنده لو موردون ديجا لي جين وديجا كيعض، خصني الشيفونه اول حاجه نبدا بها، نديبوغي لو شيان بالشيفونه. علاش بالشيفونه؟ باش نخدم معاه لا بخوا، حيت هادو كاملين كيتسموا بخوا فريسه. لو شيان فاش كيعض راه كيعض الفريسه، هو في بالو كيفكر في الفريسه، وهذه هي لا بخوا. دونك اول حاجه نبدا بها بالشيفونه باش نعطيه يعض اون بلان كور، يعمر الفم ديالو وما يكونش عنده الخوا، حيت ديما بزاف ديال لي فيديو اللي كنهضر فيهم على الخوا لا كاليتي ديال لا مورسيو هو هاد الخويات. لو شيان خصو يعض اون بلان كور، خاص العضه ديالو تكون عامره، هذيك هي اللي كتسمى عضه. لو شيان اللي كيعض بجوج سنات بحال هكا هذاك فيه مشكل، لو شيان سوا عندو لا نيرفوزيتي، وسوا ما تيقش فراسو، سوا كيتعصب، سوا عنده واحد لا فراجيليتي في الكومبورتمون ديالو. دونك خصني نعرف الكومبورتمون ديال لو شيان ولو كاركتير ديال لو شيان من الديبار، وكيبدا من هادي من الشيفونه. ملي كندوزو من الشيفونه نشوف لو شيان عنده واحد لا كاليتي ديال لا بريز، غيزا عليه لا بخوا، وبدا كيكبر شويه الاج ديال 4 موا ولا 5 موا، تما غندوز معاه لواحد الموبيلات هادي سان كوسان مخيده، ولكن ديال لو شيان ديال العضال عندها دو بواني اللي كنقدر نخدم بهم بحال هكا، ونقدر نشدها بحال هكا. هادي مهمه بزاف، علاش؟ حيت رطبه وعندها لونغل هنايا فين كيدخل الفم ديال لو شيان باش يعمر العضه. هادي مهمه كيف ما قلت لكم في شهر ديال 4 شهور، تبداها في 3 شهور الا كان لو شيان عامر ولا صحيح ولا تلقاه كيتطور بطريقه سريعه، نقدر ندوز معاه في 3 مو ولا 4 مو. هادي دونك ملي كندوز من هادي كندوز الوحده اخرى بحالها، هي نفس الشيء، عندها دو بواني، عندها بواني او ميليو فين كنشدها، ولكن قاصحه شويه، زايده عليها بقصوحيه شويه. علاش؟ حيت العضلات اللي عنده في الفم ديالو خصني نطورهم بشويه، بحال الانسان
ملي كتمشي لواحد لاصال ديال لا ميسكي الميسكيلاسيون ملي كتريني ما كتبقاش تهز بالثقل، الاوزان ثقيله بالزربه، وفي الاول كنبقى نطور في العضله ونبقى نمرن فيها بطريقه يعني تصاعديه، غادي كنطلع في لي بوا، وكذلك ومثال لي مونش. دونك هذه قاصحه على هذه شويه، ملي كندوز لهذه كنخدم مع لا كاليتي ديال لا موكسيون، وكنخدم معاه واحد الشهر ولا شهرين، ما كاينش واحد الوقت معين، انت اللي كتشوف لوشيان ديالك وكتشوف التطور ديالو كدوز معاه من حاجه لحاجه، دونك هذه مهمه تاهي. ملي كنشوف العضه ديالو بدات كتطور، إلي كالم، إلي بلان، لا موكسيون، إي أون بلان كول، عامره، كوم سا ما كاينش خويات، كندوز معاه الموبيلات أخرى، هذه عندها البواني ديالها، هذه. كنبدا نخدم معاه لا موكسيغ بحال هكا، دونك هادي تا هي مهمة ونقدر نشدها من هنا ومن هنا ونخدم معاه، هادي كتبدا من 6 شهور 7 شهور للفوق، كيقدر يخدم بها حتى الحياة الأخر ديال الحياة ديالو لا كارير ديالو يقدر يخدم بهادي، أنا شخصيا كاع الكلاب الصغار كبار كنخدم معاهم بهادي، علاش؟ حيت أنا كنلقى راحتي فيها، كنقدر نخدم مع لو شيان كنقدر نعطيه لا موكسيغ مزيانة كنخدم بها كنتحكم فيها في يدي مزيان، هادي مهمة بزاف، دونك ملي كدوز لهادي كاين واحد النوع اخر هذه كنخدموا بها حتى هي كنخدموا بها لا موفير اون بلان غول خفيفه زوينه ولكن كنخدم بها لي فاس لو شيان ملي كيجري باش يعض كنخدم معاه ادوات اي ا غوش وعندها واحد البواني اللي لاحظتوا هنايا هذه البوانيه كدور دونك ملي كيدخل لو شيان كيدور معاه لا موش باش انا البوانيه ديالي ما توعدش وهو السيرفيكال ديالو هو العمود الفقري ديالو ما ياخذش الطاقه هو وما يتوعدش دونك هذه حتى هي مهمه كما قلت لكم في لي فاس بحال هكا وعندها دو بواني اللي نقدروا نشدوهم ونخدموا بها حتى هي بحال لي زوت مونش الو ملي كنساليو من هادو كندوزو لهادي هادي فين مونش فين بتيت مونش جون شيان حتى هي عندها بوانيه هنا وعندها بوانيه هنا ورطبه يعني ما قاصحاش لي با ديو رطبه دونك غادي حتى الا لاحظتوا في طريقه تصاعديه وغادي كنطوروا في لاموغسي وفي العضه ديال لو شيان ما جيتش تو فيت وخدمت معاه بهادي خطا وملي كنساليو من هادي كندوزو لامونش الاخرى هادي هادي ملي لو شيان كيبدا يكبر كيوصل لواحد 11 شهر حتى العام الما فوق دونك هادي فين بتيت مونش تاهي ما قاصحاش بزاف عندها واحد لا كوفيرتور طالعه لهنا باش تبروتيجي ليا هاد المنطقه العلويه ديال البرا ديالي ديال الكتف ديالي حيت لو شيان الا سبحان الله الا وقع واحد الخطا ولا حادثه يقدر يطلع ويعض هنا دونك عندي هاد لابارتي هادي اللي كتحمي ليا هنا الكتف ديالي والذراع ديالي دونك هادي حتى هي مهمه بزاف انا حتى انا كنفضل نخدم بهادي حتى هي حيت مهمه وكناخذ فيها راحتي اكثر من هادي دونك هادي حطيناها دونك ملي كنوصل لهادي راني قررت نوصل لطاب الاخر دونك هادي سي مونش كومبليت مونش كامله هادي لا مونش كيخدموا بها لاحظتوا نتوما كيلاحظوا كيخدموا فيها بلي في لي كومبيتيسيون يعني لون داتاك كيلبسها في لي كومبيتيسيون هادي ريغلومونتير هادي ديال لو كونكور دونك ما كنخدموش بهاد لا مونش ديما مستحيل نخدم بها ديما هاد لا مونش كتخدم مره باش نولف لو شيان اون مونش ديال لو كونكور ولكن ما كنخدموش معاها بلي زونطريمون هادو هما لي لي مونش ولا لي موبيلات ديال لونطريمون هادي سي بور لو كونكور كنخدم بها غير باش نولفو ونهيئو للمقابله ولا المباراه دونك هادي هي الاخر هادو هما لي زيتاب اللي كاينين الا فتي تحركتي ولا نقصتي لي زيتاب راه لا كاليتي ديال العضه ديالك ما غتكونش هي هذيك دونك كنبداو من الشيفونه كنبداو ان موبيلات خفيفه رطبه كندوزو اللي قصح منها شويه ابقى كندوز لواحد لا موبيلات تاعي عند البواني اللي قاصحه عليهم دونك كاين تدريجيا يعني كيف ما كنقولوا يعني القصوحيه ديال لاموش كدوز تدريجيا غادا رطبه وغادا كتقصح وكتقصح 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 حتى كتوصل ليا هذه اللي هي النهائيه الو وكاين المشكل عاوتاني ديال لو شيان اللي لاحظت بزاف ديال لي شيان عندكم اللي كيعضوا في لي كوتي كيعضوا في الجناب اما كيعض هنا ولا كيعض هنا ما كيعضش لك هنايا هذيك حتى هي مشكل لو شيان خصو يتسونطر خصو يعض او ميليو سواء هنا سواء هنا سواء هنا ما يعضش لينا في الجناب دونك ملي كيكون عندنا ملي كيكون عندنا ان شيان كيعض في الجناب في لي كوتي كنقدروا نستعملوا واحد لاوس كوم سا هي عندها لاطوال عادي بحال هذا عادي
نورمال، غير هي عندها في الجناب واحد يعني طروفة، واحد القطاع ديال البلاستيك. دونك الكلب ما كيبقاش يقد يعض لينا في الجناب، دونك اوتوماتيكمو بمساله تلقائيه كيعض لينا في الميليو، وبالتالي كنعلمو لوشيا انه يعض في الوسط ديال لاموس. غير هذا ان طوال ما كتقدرش تلبسها هكا ساكت، هذه كتلبس هنا، كنحيد هذا هاد لاطوال وكنلبسها لوحده اخرى كاينه لداخل. دونك كتولي عندي بحال هذه، غير هي عندها في الجناب ديالها في الجوانب ديالها عندها قطع ديال البلاستيك اللي لوشيا ما يقدرش يعض فيهم. دونك تنسبه من مساله تلقائيه كيمشي يعض لينا في الميليو ديال لاموش. دونك كتكون عندنا باردون واحد العضه اللي هي سليمه في المنطقه المخصصه للعضال وبطريقه مناسبه اللي الكلب كيتبروغريسا كيطلع بمساله تدريجيه في 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 القوه ديال العضه. كيف ما قلت لكم العضلات كيخدموا وكيبقاو غادي كيطلعوا حتى كيوليو عندهم واحد القوه نهائيه مزيانه. الو ندوزو عاوتاني، هادو كلهم ديوس اللي كنقدروا نغيروهم لكل مونش. ملي كتخسر ليا هادي مثلا بحال هادي، ها هي قوه العضه كتابيما كتخسر، دونك كنقدر نحيد داك لاكوك الدخلانيه وكنبدلها بوحده بحال هادي وكتولي عندي المونش جديده. ماشي بالشرط الضروره ان كل مره نبقى نشري مونش باسكو غاليين، ويعني سبحان الله الانسان كيكون عنده ما كاينش لي مويان باش يشري كل مره مونش، كنشريو غير لاهوس وكنبدلوها لاموش كتولي عندي مونش نقيها عاوتاني ونقدر نخدم بها الكلب بطريقه مناسبه. حيت الكلب ملي كتكون لاموش خاسره بحال هكا، الكلب اوتوماتيكمون العضه ديالو كتخسر كيولي ايماشوني، حيت هادو كيديرونجيو في الفم ديالو. اوكي، بغيت ندوز واحد المساله حتى هي مهمه بزاف. كما قلت لكم في الاول، انا الكلب كيبدا العضال من 2 موا وكنبداو مع العضال، ولكن خصكم يعني تنتبهوا وتردوا البال واحد المساله، انه لوشيا ملي كيبدا يبدل السنان ديالو ولا الانياب ديالو خصني نحبس معاه العضال ولا ندير معاه العضال بواحد الطريقه اللي يعني خفيفه، ما نقويش عليه بزاف ديال العضال. حيت علاش غادي اسوسي هذاك الالم اللي كيحس به في الفم ديالو بالعضه، وداك الشيء حنا اللي ما بغيناش، انه اسوسي ولا يجمع بين الالم والعضه، غادي يولي يحسب راسو هو ديك العضه هو اللي كيسبب لي الالم، ولكن هو واحد الكلب ما عارفش بلي راه كيبدل السنان. دونك حنا خصنا نتفاداو هذه المساله. دونك لوشيا ملي كيبدا عندنا كيبدل في السنينات ديالو، نحاولوا نحبسوا معاه العضال، نخليوه في الروبو تيبدل السنينات ديالو، وديك الساعه على طاك نخدموا معاه بطريقه سليمه، هي باك بروبليم، ما كاين حتى شي مشكل. اللي بغيت نشرح لكم اوسي اليوم هو عندنا ان باطون بومبو وهذا، وعندنا لي فوي هادو ما فيها باس انه يخدم بهم الانسان في الديبار في البدايه ديال الخدمه ديالو مع لوشيان، غير باش يولفهم، غير باش يشوف انه كاينه شي حاجه سميتها العصا، ماشي نضربو ماشي نهرسو، غير نوريها ليه غير من الفوق، نقدر نكاريسيه بها ونوريها ليه باش يتابيتويا باش يولف على العصا. ولكن حذاري ما تضربش لوشيان ديالك، حيت لا ضربتيه وتوعد غيبقى تروماتيزي، غيبقى متاثر حياته كامله، يولي يخاف لك من كل اي حاجه سميتها عصا. هذه هي هادو هما النصائح اللي بغيت نعطيكم اليوم، وكنشكركم بزاف، ونتمنى من الدراري اللي متابعيني على القناه ديالي ينشروا الفيديوهات ديالي، والناس اللي يلاه جداد في القناه نحاولوا يديروا جيم ويديروا ابوني، اشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد. وتبارك الله عليكم، كان معكم خالد بادي من ستراسبورغ، السلام عليكم.